الله يسلمكم ان شاء الله. شكرا، ونتمنى انه الشعب كامل يجيب شهاده التعليم المتوسط، وانا فرحان اليوم كي يجيب شهاده التعليم المتوسط، وان شاء الله ننجح في الـ في الـ في السنوات القادمه ان شاء الله. شفت 11.53 وقلت متمني نجيب اكثر، الحظ ما ساعدنيش. اتمنى ان شاء الله كاع الناس تجيب مليح وكاع الناس تنجح ان شاء الله، وبارك الله فيكم. انا فرحانه وكامل الحمد لله، صح ما شفتش بالمعدل اللي كنت باغيه، تحصل سلامات الحمد لله. والله ما شفتو مليح بصحة، ما شفتوش مليح وخلاص، المهم ناجحة الحمد لله. السلام عليكم، اليوم تحصلت على معدل 15.15 وان شاء الله الباك، ان شاء الله عقوبة الباك، ونهنى كاع صحابي. نعم تحصلت عليه بمعدل 15.14. والله فرحة لا توصف، وشكرا لكاع الاساتذة تاعنا اللي عاونونا في المشوار تاعنا، ونقدم لهم كلمة الشكر والله يحفظهم ان شاء الله. 12.18 وان شاء الله البركة كاع اللي ينجحوا عقبال الباك ان شاء الله. فرحة بعد ما تعبنا وجبنا، وان شاء الله اللي تعب كاع يجيب عقبال الباك. الحمد لله كان امتحان صعيب، تصيرت روحي وخدمت عام وانا قرا في الكور، اي جبتو بارك عليك. اديت 10.31 الحمد لله، عقوبة لصحابي عقوبة لصفي العام جاي ان شاء الله. فرحت والله فرحة، هذا وين ريحت؟ جبت المعدل خبرنا. ايه جبتو 10.62 10.62. اني فرحان. واش راح ندير ان شاء الله في الثانوية؟ هنديرو علمي لكتبات. السلام ورحمة الله. ربي يحفظك إن شاء الله. 11.78. آمين آمين. ربي يحفظهم إن شاء الله. وبارك على كل واحد ينجح إن شاء الله. شعور رائع. شعور رائع إن شاء الله، ونتمنى كل واحد ينجحوا إن شاء الله كاع كيما رانا. وربي يحفظك إن شاء الله. 10.89 بارك علينا، نطلعوا الثانوية إن شاء الله، نعاودوا نخدموا ونقراوا إن شاء الله. لا حفظ.